بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين ومتابعين برنامج الناس والشتاء في كل مكان، اهلا وسهلا بضيوفنا ومتابعينا في كل مكان. ودايما الناس وعشيتها متواجدة في وجدان الناس. الناس وعشيتها اسم ليه كيان وليه مكان في كل مكان في المجتمع المصري. بفضل ربنا علينا كنا في أسباب كتيرة جدا جدا من الأعمال الخيرية والأعمال الاجتماعية، وعلى رأسهم كانت مبادرة تيسير الزواج اللي كان ليها تواجد وتوابع كبيرة جدا جدا في المجتمع. بفضل ربنا علينا 37 قرية على مستوى الجمهورية في خلال 15 يوم بمداخلة النائب المحترم الأستاذ طه الناظر عن دائرة بنسوف الفشل كان ليه توابع. وبالفعل أستاذ طه توجه مع بعض الأهالي إلى تدعيم المبادرة، وبفضل ربنا علينا إن ده هي الناس وعشتها اللي دايما نقدر نصر كل ما هو جديد للمجتمع. رسالة الإعلام بتبقى رسالة للناس بخدماتها بأفعالها، وليس رسالة وهي توك شو فقط. الناس وعشتها هيكون معايا ومتواجد حاليا معايا الأستاذ عبد النبي الجندي المجهول خلف الشاشات وخلف الكاميرات. حبيت النهارده اخد منه طابع صغير للمجهود المبذول في الفترة الماضية من الناس وعشتها. بقول لمتابعين الناس وعشتها على صفحة الفيسبوك هشام مصطفى، برنامج الناس وعشتها مع هشام مصطفى على صفحة الفيسبوك، اللي بيتواصلوا معانا بنرد على رسائلكم، بنشوف كل تعليقاتكم ودايما متواجدين معاكم في كل مكان. ارحب بالاستاذ عبد النبي محمد سيف المدير التنفيذي ومدير علاقات العمل للبرنامج. اهلا وسهلا استاذ عبد النبي. اهلا وسهلا بك يا استاذ. وحشتنا والمشاهدين وحشونك على الهواء. اكيد طبعا، احنا الحمد لله للسنه الثالثه على التوالي مع الناس وفي برنامجنا وبرنامج الناس كلها، برنامج الناس وعشتها. الفتره اللي فاتت كنا متواجدين مع الناس في الشارع وفي كل الاماكن زي ما قلت حضرتك في مبادره تيسير الزواج. كان يعني كان لها توابع كثيره الحمد لله بالايجاب مش بالسلب. الحمد لله. في زي ما اتفضلت حضرتك وقلت على 37 قريه على مستوى الجمهوريه داخلين في مبادره تيسير الزواج. من يعني كان من ضمنهم اللي عرضناها معانا هنا في البرنامج الشيخ اشرف، وكانت المجموعه اللي معاه وسياده النائب دخل الحلقه اللي بعديها، دعم الفكره ودعم المشروع وهو على راس القائمه اللي هو شغال بيها. يعني التوابع الثانيه يا عبد النبي المشاكل كتيره جدا جدا، بس اللي محتوى الناس النهارده كل واحد عنده مشكله عاوز يعرضها حتى لو مشكله فكريه. اللي انا شايفه انكم بتحلوا المشاكل بتواجدكم مع الناس. بشوف المشاكل حتى في المستشفيات بتبقى ليك تواجد وتوابع في المستشفيات، بتبقى تواجد في كل مكان. ده دور محسوب، انت قايم بدور العرف حاليا. يعني قول لنا الجديد، قول لنا الجديد اللي ممكن تقدموه او الافكار اللي ممكن البرنامج الفتره الجايه بيقدمها محتوى للمجتمع. ان شاء الله عندنا اهداف كتيره باذن الله، يعني نحاول نساعد الناس بيها بكل شتى الطرق ان شاء الله، في مستشفيات في خدمات ان شاء الله باذن الله. احنا يعني انا سامع ان في قافله طبيه بكره ان شاء الله باذن الله، في قافله طبيه بكره في قريه بدهل تابعه لمركز سمسطه محافظه بني سويف. ان شاء الله هتبقى قريه، يعني بكره القريه هتبقى في استعداد تام للقافله وباذن الله يبقى ليها ان شاء الله. انا استاذنك معانا تليفون. الو الو استاذ محمد سعيد اتفضل. مساء الخير استاذ هشام، ازي حضرتك؟ ازيك يا فندم، ازي حضرتك؟ ازيك يا محمد بيه، الله يخليك، اتفضل. مساء الخير على حضرتك استاذ عبد النبي، السلام عليكم. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. يعني كان عندنا مشكله كبيره جدا بتخص اكثر من 100 شخص بخصوص توكيل كيا. تمام يا فندم. على الصوت يا فندم شويه بعد اذن حضرتك. سامعني كده حضرتك؟ ايوه يا فندم اتفضل. بقول لحضرتك المشكله ابتدت يا فندم، بدايه الامر كان توكيل كيا كان اعلن عن فتح باب الحجز لسياره موديل كيا اكسيد 2022 في شهر يناير 2022. يناير 2022 يا فندم صح؟ يناير 2022 يا فندم، يعني حاليا نتكلم في سنه وشهر. كم شخص يا فندم قلت؟ ايه يا فندم؟ كم شخص اللي متضرر؟ اكتر من 100 شخص يا فندم. ماشي يا فندم اتفضل. اكتر من 100 شخص. كان توكيل كيا فندم فتح باب الحجز على سياره موديل كيا اكسيد. تمام. بمقدم حجز 50,000 جنيه. ماشي. ده في شهر واحد اللي فات. ماشي. وقمنا بالحجز بالفعل مع كيا بناء على ان احنا ده توكيل مشهور ومعروف
ويعني ملتزم بمواعيده وملتزم بتعاقداته يعني. تمام يا فندم. اتفضل. وكان يا فندم الاتفاق او العقد المتعاقد عليه ان يتم دفع 50,000 جنيه كمقدم جديه حجز. تمام. ويتم استكمال باقي سعر السياره عند تخصيص رقم شاسيه قبل الاستلام باسبوع. تمام يا فندم. وكان يا فندم المده المتعاقد عليها لاستلام السياره اقصى مده في العقد المذكور تتمثل في 7 أشهر من تاريخ الحجز. يعني 7 شهور من تاريخ الاستلام والحجز. 7 شهور من تاريخ الحجز يا فندم. تمام يا فندم. ان احنا نستلم شهر 7 اقصى بعد 7 شهور اللي هو شهر 7/2022 يا فندم، صح كده؟ مظبوط يا فندم. اتفضل. تم الاتصال بينا من مندوبين مبيعات كيا في شهر 4 اللي فات. تمام. اتقال لنا انتوا لازم تستكملوا مبلغ السياره بالكامل دلوقتي. تمام. في خلال اسبوع فقط لا غير. تمام يا فندم. وتحت بند ان ده يتم عشان نثبت سعر السياره نظرا لاختلاف اسعار الصرف اللي كان والظروف اللي حاصله في الدوله. تمام يا فندم. وبالتالي يا فندم قمنا كلنا بان احنا نتصرف في خلال اسبوع واحد بس، كان مطالب مننا ان احنا نوفر مبلغ 360,000 جنيه. تمام. فطبعا مننا الناس قامت ببيع مشغولات ذهبيه، مننا الناس قامت بالاستدانه، مننا الناس قدمت على قروض شخصيه. تمام. عشان نقدر نوفر مبلغ ونثبت سعر السياره. تمام. وبالفعل يا فندم عدى الفتره المتفق عليها لحد شهر 8 اللي فات. فين العربيه؟ فين العربيه؟ والله احنا مش قادرين ان احنا نسلمكم العربيه نظرا للظروف اللي موجوده في الدوله. طب هم مالهم ومال الدوله؟ هم مالهم ومال الدوله؟ حضرتك كده جيت من مربط الفرس يا فندم. هو فعلا احنا مالنا ومال الدوله؟ انا دلوقتي بالنسبه لي انا تعاقدت معاك على سياره. هم قطاع خاص يا فندم، صح كده؟ هم قطاع خاص يا فندم. ايه دخلهم ايه دخلهم في الدوله؟ هما يا فندم بانيين يعني بانيين كلامهم على اساس ان هو الدوله في مشاكل في الاستيراد، وتحت بند ان الدوله قافله الائتمانات المستنديه، وان احنا مش عارفين ندخل العربيات، والعربيات موجوده في المينا وكلام. وطبعا دي كل دي ادعاءات كذبه طبعا، ليها اي اساس من ادعاءات كذبه على الدوله يا فندم. اتفضل. بالظبط يا فندم، هما يعني معلقين الشماعه على الدوله، مع ان الدوله اولا واخيرا كده كده كان مفتوح لهم طرق تانية يدخلوا بيها العربيات زي الاستيراد الشخصي يا فندم. الازمه موجوده يا استاذ محمد، الازمه موجوده، هي مش ازمه، ده هو موضوع التعويض الجنيه والازمه الاقتصاديه دي خاصه بالدوله. الله يفتح على حضرتك يا فندم، ده مربط الفرس. هم يا فندم مش عايزين يسلموا العربيه عشان العربيه سعرها زاد. طب انا مالي؟ انا كمستهلك، انت اعلنت عن عربيه طلبت مني كامل سعرها، والسيد رئيس جهاز حمايه المستهلك كان طلع بيان ان كل من سدد كامل سعر السلعه قبل تاريخ 12/4 يستحق ان هو يستلم سلعته دون تحمله اي اعباء اضافيه. تمام. تمام. فبالتالي احنا بالنسبه لنا المفروض ان احنا نستلم العربيه دي، بقى لنا اكتر من 6 شهور على اخر ميعاد تسليم، وحاجزين العربيه بقى لنا سنه وشهرين. تمام. والتوكيل يا فندم اخذ كامل سعر السلعه. اخد كمل سعر السلعه. تمام. يعني انت في شهر في شهر 4 يا استاذ محمد تم تسديد ثمن السياره كامل؟ تم تسديد كامل ثمن السياره، مفيش مديونيه جنيه واحد على اي واحد مننا. من شهر 4 للنهارده ايه اللي بيتم مع حضرتك؟ من شهر 4 النهارده مماطلات فقط يا فندم، مماطلات فقط، مماطلات فقط. ورقه يا استاذ هشام. مماطلات فقط. العربيه يا فندم مغرقه السوق، موجوده عند كافه الموزعين، موجوده عند كافه المعارض. بنروح المعارض نسالهم العربيات دي جايه امتى، نلاقي العربيات دي عندهم بقى لها شهر، وعندهم بقى لها 2، وعندهم بقى لها 3. يا محمد بيه، اتفضل يا فندم. معاك مستندات بالاوراق بالكلام اللي بتتكلم بيه بتمن تسديد، معاك كل حاجه. معانا مستندات يا فندم بكل الكلام ده، بالتواريخ بتاعتها، بتاريخ سند الحجز، بتاريخ التحويل البنكي. تمام. بتاريخ كل حاجه، والعقد المتعاقد عليه مكتوب فيه يتم تسليم السياره في مده اقصاها 7 أشهر من تاريخ الحجز. تمام. والعربية يا فندم موجودة وبتدخل، وعملنا شكاوى في حماية المستهلك، وحماية المستهلك رد علينا قال لك موقف العميل سليم. طب أنا هعمل إيه موقف العميل سليم وأنا ما استلمتش العربية؟ الجهات اللي أنت الجهات المعنية اللي أنت خاطبتها غير حماية المستهلك؟ يا فندم إحنا رحنا لحماية المستهلك وقدمنا شكاوى في مجلس الوزراء، وقدمنا شكاوى في الرقابة الإدارية. تمام. هنعمل ايه تاني يا فندم؟ احنا بس يعني هو اصلا الجهاز المنوط بتنفيذ الـ 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 الامر على التوكيل اللي هو جهاز حمايه دور رد الغرفه، دور رد الغرفه التجاريه هنا فين يا استاذ محمد؟ دور رد الغرفه التجاريه ان الامر معني بجهاز حمايه المستهلك يا فندم، قال لك ارجع لحمايه المستهلك. لو مع لو, لو 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 الشباب يعرف يجيبوا لنا حد من حمايه المستهلك يا جماعه يبقوا مشكورين. يا فندم انا بس كل اللي طالبه من حضرتك اتفضل. يعني حضرتك اسال رئيس جهاز حمايه المستهلك
الو الو الخط فصل. بنشكر الاستاذ محمد، ولو عرفتوا تجيبوا لنا تاني يا جماعه او حد من المجموعه تاني حابب يتدخل معانا على الهوا فليتفضل. ده يا جماعه اللي بنتكلم فيه النهارده، الاستغلال. الاستغلال اللي دايما النهارده طايل الشعب وبحجه الدوله. السيد الرئيس قال لك كل الملتزمات موجوده، وقال اللي مش عاجبه مكان غالي يشتري من مكان غيره. يا جماعه احنا النهارده ليه مجتمعنا وفئه معينه بتتعند الدوله النهارده؟ حتى لما بتروح تتكلم تقول له الدوله ايه دخلها في قصه الناس دي؟ مجموعه من حوالي 200 شخص وشويه متاخد منهم مبالغ من شركات معينه بحجه. لا لا لا، الموضوع مش كده نهائي. الموضوع فيه شيء مش مفهوم. اتمنى من الشركه الرادعه للناس دي لو عندهم حق الرد يرد علينا، هم صح هم غلط. احنا معانا مواطنين تاني مأذيين من الموضوع ده، نتمنى حقوق الناس توصل. بلاش مستريحين تاني يا جماعه، كفايانا كفايانا. شفنا المستريحين في كل الدنيا، ولكن ثقافه المجتمع فين؟ ثقافتنا فين؟ احنا الشعب اللي النهارده كنا بنورث للعالم الاجيال والعلم والادب والاخلاق، ليه النهارده فئه معينه في المجتمع حابه تشوه صوره البلد من غلاء؟ كل واحد النهارده بيقول له حاجه غلط، حاجه غلط. الحساب مين؟ ما انت بتغل هو بيغل هو بيغل. الحساب مين اللي بنعمله في بكر؟ الحساب مين؟ هذا الحساب اشخاص شايفين الدوله بتنهض في مكانه اجتماعيه ومكانه استثماريه كبيره لصالحهم ان هم يوقعوا البلد. ده مش هيحصل. مصر عظيمه بقياداتها وسياساتها في حاله اقتصاديه في العالم كله. لو ندور ونبص للازمات اللي موجوده حوالينا هنقول الحمد لله يا رب. هنبص للتاريخ وازمات مصر في تاريخها، احنا النهارده في عيشه الحمد لله. اتفضل. معانا المهندسه نبيله. الو الو، ازي حضرتك؟ ازيك يا فندم؟ ازيك يا باشمهندسه؟ ازي حضرتك عامل ايه؟ ازيك يا فندم؟ اتفضلي. انا بس عايزه اوضح ان احنا بجد الازمه بتاعه العربيات مع يعني احنا حاسبين مع توكيل كيا، تمام؟ من حوالي سنه وشهرين، يعني يناير 3 يناير السنه اللي فاتت 22 احنا حجزنا العربيات بتاعتنا، ما كانش في اي ازمه ولا في اي حاجه. جم في شهر 3 قالوا ادفعوا كامل المبلغ، دفعنا كل كامل القيمه. تمام. اللي عنده ذهب باعه، واللي عنده عربيته القديمه باعها، وفي ناس يعني من كتر ما هي مش عارفه تجيب الفلوس في يومين، السيلز اكبرنا في يومين يعني تجيبوا الفلوس. تمام. لو انت ما دفعتش في يومين بالظبط انت مالكش عندي عربيه. فلبينا كل طلباتهم ودفعنا الفلوس كامله، رغم ان احنا المفروض نستلم اصلا 3/8. المفروض كنا نستلم 3/8 وندفع فلوسنا قبلها باسبوع. احنا دفعنا فلوسنا قبلها بخمس شهور. قبلها بخمس شهور وما استلمتيش بعدها بثلاث باربع شهور يا فندم او خمس. لحد النهارده ما استلمناش. بص حضرتك احنا اتدمرنا نفسيا. انا واحده من الناس ابويا وامي توفوا في الازمه دي. وانا دمرت، انا فعلا مدمره، مش لاقي حد يجيب لي حقي منهم خالص. احنا في دوله يا فندم يا باشمهندسه. ايوه صدق. احنا في دوله في دوله فيها العدل وفيها القانون بيحكم الجميع. طبعا طبعا. فاللي بيتحجج باسم الدوله ده احنا هنحاسبه، مش احنا كاعلام. احنا دورنا ان احنا نوصل صوتكم، ودورنا ان احنا ندور على حقكم، وانا من خلال الناس وعشتها ان شاء الله يا فندم لو حابين تظهروا معانا هنا في الهواء على البرنامج احنا تحت امركم، وطلعوا باشخاصكم بالاوراق والمستندات، وهم الطرف الثاني لهم حق الرد عندنا. الو استاذه نبيله، خط فصل. رسالتي للاستاذه نبيله وللبشمهندس محمد، من حقكم يا فندم، احنا كبرنامج وقناه الصحه والجمال داخل كل بيت وكل مكان، احنا بنطلبكم هنا على الهواء مباشر تظهروا معانا باشخاصكم وباوراقكم، ومن خلالنا ومن خلال القناه ومن خلال البرنامج نقدر نتواصل مع المسؤولين لحل مشكلكم ان شاء الله، والبقاء والدوام لله في والدك وفي والدتك يا باشمهندسه. وان شاء الله باذن الله ربنا يعوضك خير، وباذن الله احنا في دوله قانون مش في دوله مافيا. اي حد يا جماعه في دماغه انه في دوله مافيا فهو فاهم غلط. اي حد في دماغه ان هو مش العين مش عليه وهو بيأذي بس بيستنوا لك عشان يجيبوا لك ملفك الصحيح.
ودي اشخاص كتيره شفناها. احنا في دوله محترمه، اي اشاعات وترويج للاشاعات وكل الناس اللي هي في دماغها ان تقدر باشاعاتها تسيطر على المجتمع، لا. المصري معروف بجبروته، لما تيجي كلمه مصر بيبيع نفسه وبيبيع اسمه وبيبيع دمه. ومش احنا اللي عملنا كده، اسالوا جدودنا واسالوا القدماء عملوا ايه عشان اسم مصر. فمش عشان فئه معينه وهم قله، وقله يعني قله لا يذكروا، يعني ما لهمش تواجد. اذا كانوا يتلاعبوا بالناس في فتره معينه فالعين عليهم، وطالما الاعلام حط عينه عليهم فان شاء الله مع الجهات المعنيه والمسؤوله باذن الله بنوصل حقوق الناس. وفي ناس تاني معانا. الو، ايوه مساء الخير. مساء الخير يا استاذ محمد، اتفضل. والله يعني انا باكد على كلام حضرتك يعني، وبرضه حضرتك اكيد واصله لك الصوره كامله. انا عايز اسال، هو ده لحساب مين؟ لحساب مين اللي بيتم معانا ده؟ تمام. ليه التعامل حضرتك احد المتضررين يا استاذ محمد؟ طبعا انا متضرر بقالي سنه وشهرين، دافع كامل قيمه المبلغ من شهر 4 اللي فات على امل ان انا اخد مصداقيه من شركه كبيره بحجم كيا. طبعا طبعا. لما تديني كلمه وتقول لي احنا هنسلمك في ميعادك ونيجي نكلمهم بيفصلوا معانا، بيقول لي لا خد 500,000. بيساوموكم يعني؟ بيساوم ليه؟ لمصلحه مين؟ انتوا المفروض كنتوا استلمتوا من شهر 4 اللي فات. احنا مفروض انا دافع يعني بالظبط لكم 10 شهور، المفروض العربيه معاك من 10 شهور. بستلم بعدها باسبوع. تمام. فين حمايه المستهلك؟ فين الدولة؟ من جبروت الناس دي. يا محمد بيه، الدولة النهاردة يعني برضو عشان للمصداقية، ده قطاع خاص ولا دولة؟ يا سيدي الفاضل، والله أنا عارف إن الدولة يعني قايمة بكافة يعني الناس بتعاني، وأنا متفق معاك في كل حاجة. تمام. بس دي حقوق ناس. طبعا. أنا واحد دافع مبلغ مش هين، تعب وشقى، بالنسبة لك ده كله سهل؟ يعني بالنسبه للشركه ده كل سهل اللي هو يعني اسكتوا وخلاص، انتوا بتتكلموا على اساس ايه؟ ومشكله انها بتتاجر بفلوسنا، ومشكله كل ما اكلم حمايه المستهلك يقول لي طيب اسبوع، بكل يعني كل فتره بيأخرونا الفتره اللي بعديها عشان نزهق، هم قاصدين ان هم يزهقونا. يا استاذ محمد، انت بتتعاقد مع الشركه نفسها ولا مع طرف وسيط؟ مع الشركه نفسها. الشركه نفسها. احنا اسمح محمد بنقول لكم احنا متواجدين معاكم كالناس وعشتها. دايما برنامجنا حاطط عينه وحاطط كاميراته، ومن خلال برنامجنا وقناتنا احنا معاكم في الملف لحد ما حقكم ان شاء الله يوصل لكم، ان ده حق ليكم، وان شاء الله باذن الله قلنا لكم مفيش حد فوق القانون. احنا في دوله وفي رموز كتيره كانت بتتداعي انها الوطنيه ومش الوطنيه، ولكن طلعوا كانوا بيتلاعبوا دايما بالمواطن المصري. ولكن احنا ان شاء الله باذن الله متواجدين معاكم، ومن خلال الناس وعشتها بندعيكم هنا على الهواء مباشر بالاوراق والمستندات ان شاء الله، ونتواصل مع كل الرموز وكل الجهات المعنيه واللي داخل الدوله لحقكم ان شاء الله. العدد مش قليل، العدد بيتكلم في 120 على زي ما جاني في الرسائل على الواتساب. ان شاء الله باذن الله يا استاذ محمد، وببشر البشمهندسه والبشمهندس محمد وكل المجموعه اللي اتصلت، وفي ناس تاني لو حابه تتدخل من المجموعه احنا موجودين على الهواء مستنيين تليفوناتكم. وان شاء الله دي قضيتنا، قضيه الناس وعيشتها، والطرف الثاني ليه حق الرد، الشركه اللي ليها حق الرد، ومسؤولين حمايه المستهلك لهم حق الرد، وهنتواصل معاهم ان شاء الله في الكنترول لين نجيب حد من المسؤولين. استاذ عبد النبي، ايه اللي بيحصل؟ دي شركة يعني المفروض انها شركة كبيرة مش صغيرة، ومفروض يعني يبقى فيه مصداقية مع الناس. الله اعلم هو ايه اللي حصل في العقد المبرم بيناتهم، بس المفروض يعني كان يبقى فيه مصداقية بيناتهم يعني ولهم حق الرد. طبعا احنا هما بنتكلم يا استاذ عبد النبي، حق الرد مكفول للجميع، احنا طبعًا بنتكلم في قضية ناس مش هتطلع تتبلع على حد. لا لا طبعا، هما بيقول لك معانا اوراق ومستندات، هما اوراقهم، بس احنا الناس بتعمل ليه كده؟ ليه النهارده المجتمع بقى بينقل صورة بعد السفهاء؟ يا استاذ عبد النبي النهارده بنتابع السوشيال ميديا، كلنا النهارده بيتابع السوشيال ميديا ويتفرج. النهارده الناس كل واحد بيطول واحد عاوز ياخد وياخد امواله وياخد عيشته كلها. ايه القصه؟ ايه القصه؟ ايه الحكايه؟ ايه الروايه؟ ايه اللي بيحصل؟ ولصالح مين؟ دي لصالح اشخاص معينه بعيد عن ربنا، مش هنقول غير كده.
وده مش هنتكلم في الدين عشان انا مش اهل دين عشان اتكلم فيها، لكن هي الاشخاص اللي عايز ياخد حقه، ملهاش دعوه بالدين، عايز ياخد حقه ولا ليها دعوه بالديانه. لا لا، انا بتكلم يا جماعه دي قضيه اقتصاديه ولا ليس قضيه دين ولا ليس قضيه مجتمع، ده قضيه اقتصاد دوله. ناس النهارده زي المستريحين اللي طلعوا واكل حقوق الناس النهارده، في مشاكل يا جماعه ما اعلم بقى الا ربنا، في بين الناس وديونها مع بعضيها، واتكلمنا قبل كده فيها مليون مره، وهنتكلم فيها لحد ما ننهيها. لصالح مين الناس اللي هي دايما بتتاجر في فلوس الناس؟ لصالح مين لما انت مش قد البيزنس بتتدخله ليه؟ هو الاقتصاد ده مين اللي بيدمره؟ ما هو القطاع الخاص والقطاع العام اذا ما سندش قطاع الدوله في تنميه المجتمع وتنميه الدوله يبقى ملوش لازمه. اي حد ما عندوش بروفيشن ان يقدر يدير حسابيا ويدير ان يبقى قد الازمه اذا ارتفعت، هو لو النهارده الدولار ده بقى ب 10 جنيه هل صاحب الشركه هيجي يقول للراجل لا اصل انا كنت متفق معاك على العربيه بنص مليون جنيه، لا خد 300 انا خدها لك ب 200؟ والله ما هيحصل. وليه العربيه اصلا في مصر دون عن دول العالم غاليه؟ ده العربيات اللي انا مش عايز اذكر اسماء ماركات عربيات على الهواء، عربيات من سنه 60 النهارده المواطن مش عارف يركبها ب 70 80 الف جنيه. في عربيات قلت عليها ونوت عليها الحلقه فاتت ما والله ما تتركب سفر وبتتباع ب 150 و200 الف. يا جماعه احنا دايما ما كناش هنعدل نفسنا ونحصن نفسنا، وكل واحد عنده رساله لاي حد فاسد، وده دي رسالتنا لكل المجتمع. اللي هختم بيها البرنامج، المواطن دوره مع الحكومه، اي فاسد اي موظف اي موظف بيقعد على كرسي، اي مسؤول في القطاع الخاص والقطاع المدني في كل الجهات اللي قاعد على كرسي اذا مش هيديره بما يرضي الله، لا نبلغ الجهات المعنيه، والجهات المعنيه رقابيه والجهاز موجود والدوله موجوده والناس وعيشتها موجوده في كل مكان، وان شاء الله باذن الله مشكله الناس دي معانا وهنحلها بما يرضي الله وما بنظلمش حد. صعبنا بنختم معاك وبنشكرك على تواجدك دايما في الشارع. شكرا لله زيشان. وبنشكر كل اللي دخلوا معانا على التليفونات، وبقول لهم ان شاء الله باذن الله من ناس وعيشتها حقكم موجود، وان شاء الله لو عايزين يثبتوا الحاله يعرضوا الاوراق ديت، عشان احنا برضو مش احنا مش مختصين في الجهه دي، احنا مش جهه. ايوه بالظبط، هم يطلعوا يعرضوا الاوراق بتاعتهم عشان احنا مش نفصل بيناتهم، احنا مش جهه قضائيه ولا جهه حكم بيناتهم، احنا جهه راي عام بس. ايوه الناس دي ليها راي حق، يطلعوا هم اللي هم اصحاب المشكله، هم اللي يطلعوا. تمام، من هنا بشكركم وبشكر كل خلف الكاميرات، بشكر كل من بيعمل داخل قناه الصحه والجمال، قناه كل بيت، القناه الاولى في مصر اللي دايما تعرض مشاكل الناس من خلالنا باذن الله. ناس وعشتها متواجده للجميع، تحياتي ليكم وبشكركم.